تمكن الحزب القومي الاسكتلندي من تحقيق فوز مهم في انتخابات برلمان اسكتلندا، لكن مع خسارته الأغلبية المطلقة التي حصل عليها عام 2011، وأظهرت النتائج الأولية فوز الحزب بنحو 63 مقعدا من إجمالي 129. زعيمة الحزب نيكولا ستورجن تقول: الحزب القومي الاسكتلندي حقق الفوز للمرة الثالثة على التوالي في برلمان اسكتلندا، هذا أمر لم يحدث من قبل في تاريخ برلمان اسكتلندا. أما روث دافيدسون زعيمة حزب المحافظين في اسكتلندا فحققت فوزا مهما بانتزاعها مقعد أدنبرا الوسطى من الحزب القومي. انتخابات اسكتلندا شهدت أيضا مفاجأة من العيار الثقيل بحلول حزب العمال ثالثا بعد المحافظين للمرة الأولى منذ أكثر من قرن.